السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا شباب. زي ما شفتوا في العنوان اكيد كل الناس داخلة تعرف امتى تنتهي الصيانة، ايه الجديد في التحديث فري فاير، شخصية كرونو، كل الكلام ده شباب اللي انتوا عارفينه داخلين عايزين تعرفوا التفاصيل. طب معايا الفيديو النهائي عشان تعرفوا كل التفاصيل دي، فيديو مش هيكون طويل ان شاء الله عليكم. اوكي شباب، ما تنساش لو انت بتشوفنا لاول مرة اشترك في القناة، فعل زر الجرس، ما تنساش تحط لايك على الفيديو، نوصل اكبر عدد من اللايكات ان شاء الله. اوكي شباب، اللايك بتاعكم بيفرق جدا معايا انا كشخص بسهر بالساعات اعمل فيديو امنتج ارفع ليك عشان انت تستفاد في الاخر، وما تبخلش علينا باللايك. اللايك هو الحاجة الوحيدة الحافز منكم لينا، فمش هتخسر اي حاجة اذا انت خلصت الفيديو حطيت لايك كدعم للشخص اللي بيقدم لك الفيديو. عشان ما اطولش عليكم في رغي اكتر من كده، النهارده تحديث فري فاير، وحاليا الساعه 6 صباحا يا شباب بتوقيت مصر، 5 صباحا بالنسبه لتوقيت المغرب والجزائر وتونس وشمال افريقيا. فاللعبه لسه قافله من ثواني على غير العاده شباب، اللعبه لسه قافله من ثواني. فاللعبة كانت الاول بتقفل الساعة 4 صباحا، لكن النهاردة قفلت الساعة 6 بالنسبة لمصر، فدي حاجة جديدة في التحديث. اوكي التحديث هينتهي امتى؟ ايه الجديد في التحديث؟ تابع معايا الفيديو للنهاية. اول حاجة شباب، حابب اي شخص بالنسبة للحسابات المبندة، اول حاجة نمسكها حاجة حاجة، اي شخص عنده حساب متبند لاي سبب ايا كان يدخل بعد التحديث، زي انا شخصيا الحساب بتاعي المتبند بعد التحديث ما ينتهي، افتح اللعبة وادخل على حسابك المتبند، لعل وعسى الحساب بتاعك يكون اتفتح وتفرح بيه. ممكن يتفتح وانت ما تدخلش، انت وحظك، انا مش بديكم معلومة 100% حسابك المتبند هيرجع، لا انا بقول لك مش تخسر اي حاجة. التحديث اول ما ينتهي تفتح اللعبة، ادخل على حسابك اللي هو متبند. اكيد في ناس كتير حساباتها متبندة ظلم، وانا عارف كده كويس، انا واحد منكم وعارف. ادخل على حسابك المتبند مش تخسر اي حاجة، شوفوا اتفتح يبقى الحمد لله، متفتحش يبقى ان شاء الله هيكون في خبر قريب بالنسبة للحسابات المتبندة. اوكي ندخل على تاني حاجة شباب، دي الجايزة اللي انتوا شايفينها، هتكون السلاح بتاع موسم كلاش سكواد الجديد، الموسم الجديد. طيب شخصية كورونا يا شباب هتكون في 19 ديسمبر اللي احنا فيه حاليا، يعني بعد حوالي اسبوع ويومين، حوالي 12 يوم مش اسبوع ويومين، اسبوعين الا يومين عفوا، هتكون شخصية كورونا يا شباب الشخصية الجديدة بالتعاون مع كريستيانو رونالدو، شراكة عالمية كريستيانو رونالدو ولعبة فري فاير. زي ما انتم شايفين التعاون العالمي، هتكون شخصية جامدة جدا جدا زي ما انتم شايفين من الصورة بتاعتها واللوجو بتاعها، اكيد حاجة جامدة جدا. اوكي يا شباب، عشان كده الشخصية واخدة صيت كبير جدا، واخدة حدث بتاعها يكون عالمي، شخصية كورونا حدث عالمي في اللعبة يوم 19 ديسمبر. اوكي التحديث يا شباب فيه مميزات كتير جدا، اول حاجة شخصية ادم وشخصية حواء اتغير اسمهم نهائي، بقى اسمهم اسم تاني. شخصية ادم يا شباب هيضيفوا ليها خاصية لاول مرة تكون خاصة بشخصية ادم بس، وهي حاجة حلوة انا شايفها حلوة جدا في اللعبة، وهي الهروب من الفيطات او الهروب من الناس او الهروب من الخصم بتاعك، بيكون في 6 أو 7 اماكن في الخريطة، الناس لما تاخدها تشوف الحاجة دي، لو انت في المكان ده وعندك ناس تقدر تدخل من حاجة زي الثقب الاسود كده، وهيطلعك في مكان تاني خالص بعيد عن الناس، فدي ميزة جديدة في شخصية ادم وشخصية حواء. اوكي دي حاجة جديدة جدا في اللعبة. تاني حاجة يا شباب معانا خبر محزن جدا جدا للناس اللي بتلعب بطولات، الناس اللي بتحب الام، اي شخص بيلعب بدبل اوم، الشخص اللي بيلعب بدبل سنايبر السويتش بتاع الاوم اتلغى، يعني لو انت شايل 2 اوم في اللعبة والاول كنت بتضرب سويتش تضرب سويتش تضرب سويتش، طبعا الاوم ما كانتش بتعمل اعادة تعبئة تاني او بالمصري كده مش بتعمر معاك، لا بعد التحديث هيتلغي السويتش خالص و هتبقى تعمر، ده حسب الكلام اللي سمعته، انا سمعت الكلام ده فقلت اشاركه معاكم، وعموما كلها ساعات ونشوف. السويتش بتاع الام اتلغى، يعني لو انت شايل 2 اوم وضربته وحبيت تعمل سويتش لازم تعمر وبعدين تضرب التانية، حاجة
في منتهى الحزن والأسف بالنسبة لعشاق الأوم والسنايبر. اظهروا تحت في الكومنتات ورينا نفسكم، هل ده خبر مفرح ليكم ولا محزن؟ عايزين نشوف الناس دي يا شباب في الكومنتات تحت. اوكي شباب، في وسط ما انت بتسمع الفيديو كده في حاجة حابب اعرضها عليكم وحاجة حابب انبهكم بيها. اول شخص يشوف الفيديو، اول شخص يشوف اي فيديو ليا يحط لايك على الفيديو ويحط كومنت، يعمل لي منشن على انستجرام ان هو اول شخص شاف الفيديو. باخد الشخص ده شباب ابعت له جيفت في اللعبة بجواهر. وحاجة تانية يا شباب، في اي فيديو كل شخص يشوف الفيديو بعد ما تخلص الفيديو انزل تحت في الكومنتات حط اي كومنت كده تحفيزي، كومنت كويس، كومنت يشجع، وانا هختار من التعليقات شخصين او شخص يربحوا الجواهر شحن بالاي دي. كل فيديو ان شاء الله يكون كده. فلو انت بتشوف الفيديو دلوقتي انزل تحت اكتب كومنت يكون حلو وتحفيزي كده، وان شاء الله الاختيار بيكون عشوائي، كمان ما تبخلش علينا باللايك. اوكي يا شباب، بالنسبة اول حاجة لمصر، اوكي التحديث ده متأخر شوية، اللعبة اتقفلت متأخر شوية وهيكون في اضافات كتير وهيكون في حاجات كتير في اللعبة، في رغي كتير في التحديث. فانا ان شاء الله شباب بالنسبة لمصر هتتفتح من الساعة 12 للساعة 1 في بعد الظهر، بالنسبة لمصر بعد صلاة الظهر ان شاء الله هتتفتح من 12 لواحدة في التوقيت ده، اللعبة هتشتغل في مصر. ده بالنسبة لتوقيت مصر. بالنسبة لي توقيت الجزائر، المغرب، تونس، لان كلهم واحد، هتتفتح في الدول دي من 11 ل 12 في الظهر. اوكي، من 11 ل 12 يبقى مصر من 12 لواحدة. اوكي شباب، بالنسبة لي توقيت السعودية، المملكة العربية السعودية، هتتفتح من 12 من واحدة لاتنين عفوا، هتتفتح من الساعة 1 للساعة 2. بالنسبة لتوقيت سوريا يا شباب، الناس كل الناس اللي من دولة سوريا الحبيبة هتتفتح برضو بنفس ميعاد مصر من الساعة 12 ظهرا للساعة 1، لان سوريا نفس التوقيت بتاع مصر. بالنسبة لتوقيت العراق يا شباب، هتكون زي توقيت السعودية من الساعة 1 للساعة 2 ظهرا. بالنسبة لدولة الاردن يا شباب، كل الناس اللي من الاردن برضو بنفس التوقيت المصري، هتتفتح من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا. وكمان يا شباب دولة لبنان في نفس التوقيت المصري من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا. اوكي يا شباب، بالنسبة لكل الدول التانية فاعذروني، اعذروني والله انا ما اعرفش التوقيتات في بلدكم. اي شخص من اي دولة انا ما ذكرتهاش يروح يكتب على جوجل فرق التوقيت بالنسبة لمصر اي دولة، اذا كانت اي دولة انت عايش فيها، ومثلا الساعة اللعبة هتتفتح في مصر من 12 لواحدة، فانت شوف التوقيت عندك كام واحسب بناء عليه. اوكي يا شباب، ده الموعد الرسمي لعودة اللعبة في كل البلاد من الصيانة، تقدر تلعب بعد في الوقت ده في اللعبة حسب كل البلد. لكن اذا حط 100 خط تحت كلمة اذا، اللعبة كانت فيها طولت شوية في التحديث، ممكن تأخر ساعة او ساعتين بالكتير خالص زي ما حصل من كام شهر، عشان اللعبة اخرت لحد ما اتغلقت عشان الصيانة. اوكي يا شباب، دي كل حاجة عشان ما حدش يجي الساعة تيجي اللي انا ذكرتها ويجي يكتب لي في الكومنتات انت ذكرت الساعة دي واللعبة ما فتحتش. انا بقول لك اللعبة ممكن تأخر، لان زي ما شفتوا اللعبة فعلا اخدت وقت كتير لحد ما اتغلقت عشان الصيانة. اوكي يا شباب، دي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة. ما تنساش ان شاء الله تحط لايك على الفيديو، اذا عجبك تنزل تحت في الكومنتات تكتب لنا رايك عن التحديث، وان شاء الله ان شاء الله يكون في خبر مفرح بالنسبة للحسابات المتبندة. ودي كل حاجة عن فيديو النهاردة يا شباب، وسلام. One shot, one chance, one move, one dance, one shot. Brace yourself for the best.